ايه اخر الاخبار في طرح الشركات للبيع؟ لا عندنا اخبار بس ان شاء الله هنعلن عليها على طول بعد العيد باذن الله. احنا شغالين كويس قوي وباذن الله بعد العيد دوله الرئيس هيبقى فيه يعني لقاء وهنعلن عليه ان شاء الله. مش عايز اعرف الشركات، ولكن هل تم اي عمليات بيع؟ في تمت امور تمت وهيتم اعلانها ان شاء الله بعد العيد، لانه رئيس الوزراء كان قال انه على اخر الشهر ده هيبقى في حصيله معينه باذن هتكون الله. باذن الله واحنا ملتزمين بهذا الشيء ان شاء الله، فهيبقى في فباذن الله هيكون عرفنا انه في حاجات اتباعت وليها حصيله. انا مش عايز بالضبط. اعرف كام ولا ايه هم. ان شاء الله يا فندم باذن الله ان شاء الله. فان شاء الله بعد العيد هنعرف ان في حاجات اتباعت وليها حصيله عشان نطمن الناس بس انه طبعًا انه طبعًا. الحاجات اللي كان رئيس الوزراء بيتكلم على استهدافها ماشيه في طريقها التمام يعني. طبعا طبعا لكل المستهدف الحمد لله تم تحقيقه الحمد لله.